يا روسيا العار العار، يا روسيا العار العار، يا روسيا العار العار، يا روسيا العار العار، يا ابناء حافظ الاسد، يا ابناء الرئيس الدكتور بشار الاسد. وهكذا وقفت السوريتان مقابل بعضهما البعض والجيش اللبناني بينهما، هي سخرية القدر ربما في المشهد والمشهد المضاد أمام السفارة الروسية في بيروت. صار لسوريا ضفتان، وإلى الضفتين وقف من جهة مناصرون لنظام الأسد ولموقف روسيا والصين في مجلس الأمن، ومن الجهة المقابلة وقف المعارضون والمنددون بالموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن، حيث استخدمتا حق النقد لرفض مشروع قرار يدين النظام، وذلك في تظاهرة نظمها أعضاء من المجلس الوطني السوري في لبنان والجماعة الإسلامية وتنسيقية لبنان لدعم الثورة السورية. الذي يسكت ويستمر بالسكوت سكوت مخزن منذ 11 شهراً على مظالم يندى لها الجبين، هذا العالم، هذا النظام، وعلى رأسه اليوم روسيا والصين ومن يحالفهما في دعم نظام بشار الأسد الآيل للسقوط غداً قبل بعد غد بإذن الله. المتظاهرون الذين داسوا على صور الأسد وصور سياسيين لبنانيين مؤيدين لدمشق لطخوا بالصباغ الأحمر الحواجز الإسمنتية أمام السفارة، وكادوا للحظات أن يدخلوا في عراك بالأيادي عندما حاول بعض من التظاهرة المضادة اختراق صفوف التظاهرة المنددة بالموقف الروسي، إلا أن تدخل الجيش والقوى الأمنية حال دون ذلك، كما عمدت قوى الأمن الداخلي إلى الفصل بين التظاهرتين من خلال باصات وضعتها في منتصف الشارع المؤدي إلى السفارة الروسية لمنع الاحتكاك المحتمل بين الجانبين. وتزامناً نشر المعارضون على الفيسبوك دعوات لمقاطعة المنتجات الروسية والصينية وإلى مواصلة التحركات الاحتجاجية أمام سفارتيهما في أنحاء العالم.